بونجور عليك يا نهوان، صباح الخير عليكي وعلى كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. بص هبدأ معاك كده برأيك، يعني شفت ازاي لقاءات أمس والنتائج كمان، هل هي مؤشر نقدر نقول للقادم ولا مش شرط؟ دي لسه البداية زي ما بتقال، ما بيتمش التعويل عليها بشكل كبير يعني. وبالتأكيد لسه في وجهة نظري ده مؤشر، يعني ليس بشكل نهائي لكن هو مجرد مؤشر. طبعا كانت الأضواء كلها مرتبطة جدا على مجموعة الجولد اللي كان فيها بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل. حاليا نيوكاسل استطاع أن يخرج بنقطة يعني ثمينة جدا من ميلان اللي بيعاني في الفترة الأخيرة طبعا بعد الخسارة الكارثية والتاريخية ضد إنتر في ديربي الغضب يونس الماضي. باريس سان جيرمان استفاق من التعثرات المحليه واستطاع ان يفوز بهدفين دون رد على بورتموند بفضل هدفين كيليان امبابي واشرف حكيمي. يمكن اللقطه الابرز يعني في مباراه امس كلها كانت مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد، الهدف اللي سجله الحارس لاتسيو ايفان روبن. معلش معلش يا احمد هستاذنك، هو الصوت انا اللي سامعاه بيقطع ولا؟ بيقطع، انا كمان الصوت مش واضح قوي بصراحه يعني. سامعني سامعني كده كويس الهواء؟ اه كده افضل كتير، اتفضل يا احمد اتفضل. خلاص اوكي، فهمت. اللقطه الابرز كما ذكرت هي اللقطه اللي حدثت في مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد، الهدف سجله الحارس الايطالي ايفان روبن في الدقيقه يعني 95، هدف انقاذ لاتسيو للخساره. يمكن ابرز لقطه وكل العالم بيتكلم. طيب معلش احنا هنعتذر يا احمد، هنرجع نعاهد الاتصال ليك او بيك مره تانية لان الصوت بيقطع، ففي معلومات انا بتقع مني بصراحه، انا ما كنتش سامع كويس يعني. نحاول نتصل بيه مره تانية، ولان لسه عندنا كمان الحقيقه شويه تفاصيل كنا حابين نعرفها منه، ومنها مثلا فكره ان النسخه الحاليه من دوري ابطال اوروبا تقدري تقولي ان هي تخلو من جزء كبير من النجوم المعتدين اللي كنا بنقعد نتفرج عليهم. كريم بنزيما مش معانا، او رجعت المكالمه. احمد سمعنا بيك مره ثانيه. اوكي هو انت كما ذكرت واشرت، هو يمكن دي كانت اللقطه الابرز اللي حدثت في مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد، الهدف اللي سجله الحارس ايفان بروفيدنس، دي كانت اللقطه الابرز في مباراه الامس بعيد عن النتائج، لان برشلونه كان مباراه كسله جدا، استطاع يفوز بخماسيه وتالق كبير جدا لجواو فيليكس، الصفقه اللي يعني اعتقد عليها انذار كبير جدا، سجل هدفين بالامس، ايضا روبرت ليفاندوفسكي امبارح سجل هدف ايضا مع برشلونه. يمكن دي كانت ابرز الاحداث في مباراه الامس، لكن تبقى لقطه مباراه لاتسيو واتلتيكو مدريد بالطريقه اللي سجل فيها بروفيد الحارس لاتسيو والهدف، هي طريقه استثنائيه ولا احسن مهاجم الحقيقه، وكل العالم بالفعل بيتكلم على هذه اللقطه. يمكن دي كانت ابرز اللقطات في مباراه الامس في الشامبيونز. النسخه الحاليه من دوري ابطال اوروبا ناس كتير شايفه ان ممكن تبقى اقل بكتير من قبل كده، نظرا دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه انا ونهاوند، ان في كتير من النجوم اللي احنا متعودين نشوفهم في ماتشات دوري ابطال اوروبا ما بقوش موجودين اصلا في الدوريات الاوروبيه، ابتداء من كريستيانو رونالدو، ميسي، كريم بنزيما، ناس كتير الحقيقه، عشان بس الاسماء اكيد نيمار طبعا. فالى اي درجه شايف ان الموضوع ده ممكن ياثر فعلا على متعه المشاهده؟ يعني لا انا لا اتفق مع ده بصوره كبيره يعني الحقيقه، لان في نجوم لسه موجودين، نتكلم لسه ايرلينج هالاند، نتكلم مبابي، اشرف حكيمي، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، اسماء لا تعد ولا تحصى يعني في معظم. طبعا ميسي ورونالدو اسماء رنانه، اول مره من 2003 لا ميسي ولا رونالدو موجودين في الشامبيونز ليج، كريم بنزيما نفس القصه، اسماء كثيره جدا، نيمار، وان كان نيمار على بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي شايف انه كانت اضافاته على فريق الشامبيونز ليج كانت كبيره قوي، انه حتى لما راح بي ان جي ما قدمش الاضافه وما استطاعش كده البي ان جي تحقيق لقب الشامبيونز ليج لاول مره في تاريخه، ويمكن باستثناء ميسي ورونالدو وكريم بنزيما هذا الثلاثي ممكن بالفعل يكون البطولات تفتقده، لكن مش افتقاد بالشكل الكبير اللي هو اكيد كان اجلا او عاجلا ستحدث هذه يعني هيحدث ذلك، وهؤلاء النجوم يا اما سيتركوا يعني اوروبا اما عن طريق الاعتزال او الانتقال الى دوريات خارج اوروبا، لكن لا يعني لا البطوله موجوده بطريقتها وبقوتها، وحتى الدوريات حتى الان انا شايف ان معظم الدوريات حتى الان توقيتها قويه جدا الحقيقه، الدوريات الحقيقه الخمسه الكبرى حتى الان فيهم اثاره كبيره جدا. طيب احمد هختم معاك برضو بسؤالي عن توقعاتك، يعني احنا كل موسم يمكن بقالنا دلوقتي 3 سنوات او 3 مواسم ما بنشوفش جديد قوي في دوري الابطال، يعني برضو بيبقى في هيمنه على المراكز الاولى، شفنا بس يمكن تالق ارسنال الموسم اللي فات الى حد كبير وناس كتيره يعني كانت سعيده بهذا الاداء، ممكن يكمل ارسنال بهذا الشكل هذا الموسم، لكن هل برضو بتتوقع ان تنحصر برضو يعني المنافسات والرانكينجز الاولى مع برضه نفس الفرق ولا ممكن يبقى في اختلاف؟ والله بصي يعني هو انت بعد تفوق ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا 2018 اصبح هناك فريق كل سنه، فريق مختلف كل سنه بياخد دوري الابطال.
مانشستر سيتي السنه اللي فاتت هو حامل لقب واقوى المرشحين رغم بعض يعني رحيل بعض النجوم زي كاي جوندوجان او رياض محرز، لكن يبقى مرشح بقوه. ريال مدريد رغم ان عنده في وجهه نظري عنده مشكله انه لم يتعاقد مع مهاجم صريح، لكن ايضا من اقوى المرشحين لان الدي ان ايه بتاع ريال مدريد هو المنافسه على الشامبيونز ليج. بايرن ميونخ، لا اريد استبعاد بايرن ميونخ، احنا عامله اليوم مباراه صعبه جدا ضد مانشستر يونايتد، بس مانشستر يونايتد بيعاني من ازمه كبيره جدا على مستوى النهائي في البريمير ليج. اخر مباراتين تعرفت تقسيمه كارثيه الحقيقه ضد برايتون باداء سيء جدا في البريمير ليج، وبالتالي بايرن ميونخ بوجود هاري كين هذا المهاجم الاسطوري من وجهه نظري محمد اعظم المهاجمين في تاريخ الكوره، بوجود هذا المهاجم انا اعتقد بايرن ميونخ من اقوى المرشحين. مانشستر سيتي، ريال مدريد، الفرق الايطاليه ما اقدرش اقول ان هي مرشحه بشكل كبير جدا، مع يعني ممكن انتر ميلان يوصل بعيد بعض الشيء، ما اعتقدش انه يبقى منافس، لكن انا اعتقد الترشيحات بتحدث مفاجاه بالمناسبه. يعني احنا في بعض السنوات شاهدنا موسم 2003 2004 بورتو البرتغالي احتفل بالتشامبيونز ليج مفاجاه. لا كده هو اخر ثلاث ايام انا ما سمعتش منهم غير كلمه مفاجاه. كان في فتره طويله في تقطيع، كان في فتره طويله. على كل الاحوال بنشكرك طبعا الناخد الرياضي احمد غنيم على وجودك معانا وقراءه جيده طبعا كالمعتاد.